عمرها وحلقة جديدة معكم مشاهدينا عمرها ومتابعتنا الدائمة لعمل كل المؤسسات التي ينعكس عملها على الواقع وعلى واقع المواطن. أهلا بكم إلى حلقة اليوم. أهلا بكم مشاهدينا، وكما عودناكم نحاول أن نسلط الضوء على عمل المؤسسات حسب المواسم. مع بداية العام الدراسي لابد أن نلتفت إلى الجامعة وما تقدمه من خدمات للطلاب مع بداية هذا العام، وعمل المدينة الجامعية يعتبر من أبرز وعلى رأس مستلزمات العملية التعليمية في الجامعة وإحدى الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة التعليم العالي لطلبتنا في كل سوريا. اليوم سنفرد الحديث عن المدينة الجامعية وعن التسكين الطلاب، عن مستجدات وعن محاور أخرى. سيكون ضيفنا فيها دكتور حبيب محمود مدير المدينة الجامعية في جامعة تشرين. أهلا ومرحبا دكتور حبيب. أهلا بكم، أهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم على استضافتي في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا، ونبدأ بقراءة الافتتاحية، حيث تعتبر المدينة الجامعية مرفق خدمي هام ساهم في تقديم العديد من المستلزمات التي تتعلق بالقاطنين فيها عبر سنوات الدراسة. ومنذ انطلاقة هذه المدينة نحو الاستيعاب وتوفير السكن الملائم للطلاب وبأسعار زهيدة، كان لها بصمة في تحقيق الهدف من الرسالة التعليمية المنشودة لجوانب عدة، وخلقت نوعا من التكاتف الطلابي والاجتماعي والتعليمي، وحالة من التواصل الدائم بين مجمل فروع القاطنين فيها. واستمر هذا الصرح وما زال حتى الآن يقدم الخدمة اللائقة لطلاب الجامعة، ولكن قد تكون الظروف اختلفت نتيجة التزاحم الطلابي خلال الحرب على سوريا، حيث أصبح هذا المرفق يستقبل الطلاب الوافدين من معظم المحافظات السورية لتلقي العلم في جامعة تشرين ضمن الظروف الآمنة لحركة تعليمية متميزة. ويبقى السؤال، هل يستطيع هذا المرفق استيعاب كافة المتقدمين للسكن الجامعي بعد هذا التزايد؟ هل من وحدات سكنية جديدة تتناسب وحجم القبول للطلاب الجدد المسجلين سنويا؟ أم هناك ضغط كبير على توفير السكن؟ هل من خطة وإجراءات متخذة لدى إدارة المدينة لخلق حالة توازن ما بين المتقدمين وإمكانية الاستيعاب؟ هل من إشكالات ضمن هذا المرفق نتيجة زيادة العدد عن القدرة الاستيعابية؟ كيف تتم عملية التسجيل والاختيارات والأولويات وغيرها من مجموع القضايا المتعلقة بهذا المرفق؟ وكم هي عدد الوحدات المجهزة لاستيعاب الطلبات؟ أسئلة نطرحها على ضيف حلقتنا اليوم للوصول إلى آلية العمل والإجراءات المتخذة بشأن توفير خدمة أكبر لعدد طلابنا بظروف ملائمة للعملية التعليمية النهائية. أهلا ومرحبا بك دكتور حبيب محمود، كل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بخير وشكرا لكم. أولا يعني طبعا معروف المدينة الجامعية ووحداتها السكنية، ويعني من حيث البناء في ضمن حرم جامعة تشرين، ولكن لو لمحة تعريفية لمن ربما يسمعنا للمرة الأولى. المدينة الجامعية في جامعة تشرين تتألف من 22 وحدة سكنية بالإضافة لوحدة قيد الإنجاز لم يتم تسليمها بعد للسكن. 22 وحدة سكنية، هناك 3 وحدات مخصصة للذكور خارج الحرم الجامعي، يسمى السكن القديم عادة المصطلح المتعارف عليه ما بين الطلاب، و19 وحدة سكنية موجودة داخل الحرم الجامعي، منها داخل الحرم الجامعي 4 وحدات سكنية أيضا مخصصة للطلاب الذكور المستجدين. بقية الوحدات اللي هن حوالي 14 وحدة مخصصة للإناث، بالإضافة لوحدة الوحدة رقم 13 مخصصة للمتميزين، يقطنون فيها الطالب المتميزين، ونقوم بتخدم هذه الوحدة، ولكن كإدارة أو كتسكين أو إدارة لسنا مسؤولين عنها، فقط نقوم بتخدمها خدميا. نعم، يعني 14 وحدة للإناث للإناث، وحوالي 5
سبع وحدات للذكور تماما. يعني هذه الوحدات المشغولة يعني ضعف العدد يعني في ظلم بالنسبة للذكور. بالخير انه كل الصبايا عندنا عم بيكونوا تحصيلهم الجامعي، بس الذكور هي اللفتة كانت بعد اذن سعادتك، كانت اللفتة انه الفتيات صعب عليهم تأمين السكن، بينما الذكور يعني اسهل من نحن بحاجة تماما، لذلك زادوا عدد الوحدات المخصصة للإناث اكثر من الذكور. هي كثير مهمة لأن الذكر بيقولوا بيدبر حال أيوة. الشاب يعني، اما الصبية يعني يجب انه تأمينها وتسكينها تماما. نحن طبعا بننوه للاخوه المشاهدين انه بامكانهم التواصل معنا والاتصال على الرقم 429-200، يعني ولو انه ممكن تكون المتصلين هن من طلبه الجامعه او تحديدا اللي من خارج المحافظات، فيا ريت كمان اذا بالمدينه الجامعيه عم بيشوفونا طلابكم كنا ننوه يعني انه اذا حدا بيحب يشارك بالبرنامج يطرح اي موضوع. طبعا دكتور حبيب موجود معنا للاجابه على كل التساؤلات. دكتور، عام جديد وانتم بكل عام اكيد في عندكم خطه عمل لتوزيع طلابنا اللي اليوم فعلا مثل ما جاء في المقدمه او نتيجه الظروف اللي عم تعيشها بلدنا اصبح اعداد مضاعفه، ومطلوب منكم كمدينه جامعيه انكم تسكنوا الطلاب. نحن بنعرف مع بدايه السنه حتى بيكون عندكم حلول اسعافيه، يعني حتى ممكن تلاقوا بعض يعني اللي هي من باب انه ما يضل حدا برا، انه تلاقوا حلول. فبنحكي مع بداية العام شو هي الخطة الموضوعة للعام الدراسي 2017؟ كما ذكرت مدام لبابا أنه هنالك أعداد هائلة تتقدم للسكن في المدينة الجامعية، وخاصة بعد الأزمة، بعد ما بدأت الأزمة في سوريا، هنالك أعداد أيضا من الجامعات الأخرى يسجلون لصالح جامعة حلب، لصالح جامعة الفرات، ويداومون في جامعة تشرين، أيضا نقوم بتأمين السكن لهم. لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة ضمن الإمكانيات الموجودة أو ضمن عدد الوحدات الموجودة، قمنا بزيادة عدد الطلاب في الوحدات، في الغرف ضمن كل وحدة سكنية قمنا بزيادة عدد الطلاب تقريبا حوالي 40 أو 50%. يعني الغرفة كانت مخصصة أو الطاقة الاستيعابية التصميمية للمدينة الجامعية في جامعة تشرين هي 10500 سرير حاليا، أو خلال العام الماضي كان لدينا حوالي 17,000 ل18,000 طالب مقيمين في المدينة الجامعية. يعني قد يكون العدد تضاعف تقريبا، إذا لم نقل تضاعف تماما قرب من الضعف. نعم. طيب انتوا هون كيف أمنتوا وجبتوا أسرة يعني كيف صار انه حاولنا قدر الإمكان انه نزيد عدد الأسرة في الوحدات التي يمكن فيها في الغرف التي يمكن زيادة الأسرة فيها، وفي الحالات التي لا يمكن استخدام الأسرة فيها اضطرينا لاستخدام الفرش، سفنجات مثل السفنجة الموجودة على السرير نفسه. مثلا إذا هنالك 5 طالبات في الغرفة صعب استيعابهم على الأسرة الثلاثة الموجودة. بعض الغرف عندي فيها 4 أسرة، بعض الغرف فيها 5 أسرة. احيانا هنالك في بعض الوحدات غرف عدد الاسره مساوي لعدد الطلاب المقيمين في الغرفه. في غالبيه الوحدات هنالك عدد اسره اقل من عدد الطلاب، فامام هذه الزياده في العدد اضطرينا نغطيهم من خلال فرش يستلقون ينامون عليها في الليل، وفي النهار تطوى وتوضع على السرير لغايه الليل فقط بحيث تبقى الغرفه. هي من ضمن الاجراءات اللي انه مثل ما عم بقول انه بتكون تلاقوا حلول تماما في ظل الازمه. حضرتك بتعرفي انه صار عندك اعداد هائله اللي بدها تسكن، صار في عندك شظف في العيش نتيجة الوضع المعيشي الصعب، المعيشة الصعب للمواطنين، فبناء عليه حاولنا قدر الإمكان تخفيف العبء على الأهالي وعلى الطالب. وكانت تعليمات حتى السيد رئيس الجامعة ورفيقنا أمين الفرع أنه شو فيكم تخففوا ورقيات، شو فيكم تخففوا معاناة على الطالب، ما تدخلوا شيء. وبناء على ذلك قمنا نحن بزيادة العدد، أخذنا قرار في مجلس الإدارة. يعني شو المقصود خففوا ورقيات؟ ورقيات مثلا أحيانا كان الطالبات نجيب بيان عائلي يجيب لنا بالنسبة للتسجيل، بيان عائلي يجيب بيان بالراتب، هذه الورقيات كلياتها. نعم، وهلا رح نحكي عن حاليا آليات التسجيل. إذا يعني هلا ممكن عم يلتقى بالغرفة أكثر من 6-7؟ لا، في غرفة في الوحدات السكنية المخصصة للذكور خارج الحرام 6. يتم إسكان طالب سابع أو ثامن إذا وافق طلاب الغرفة عليه، أكثر من 6 لا. احيانا عم تسمحوا ببعض الحالات، لهلا نحن مثل ما قلت لك نحكي انه كيف عم تقبلوا، بس حدا لبين ما يطلع له غرفه ممكن اسمه ما نزل بالجداول، عم تسمحوا لطالب انه يستضيف اذا رضيت الغرفه. يعني أيضاً هذا يعني اجراء كمان من مجتمعنا، من تكافلنا الاجتماعي المعهود.
تماما هذا الكلام مدام لبابة، أنه نحن قد يتأخر حصول هذا الطالب على سكن شهر من الزمان. بناء عليه قمنا بابتكار شغلة جديدة هي أوراق المنامي، حتى نوفر عليه عناء السفر ومصاريف الطرقات. طالب ريثما يتم حصوله على وثيقة الترفع ويستلم سكنه، يتم تقديم ورقة منامي له ويتابع محاضراته ويسكن يقيم في الغرفة التي سيبقى فيها لاحقا. يعطى ورقة منامي في هذه الغرفة، لاحقا عندما يحضر وثيقة الترفع يتم إسكانه في نفس الغرفة. ونهجنا منهج جديد السنة نحن، أن الطلاب اللي كانوا موجودين عندنا في غرفة حاولنا نرجعهم على نفس الغرفة الناجحين من هون. الراسبين بتأخر تسكينهم شوي، فبالتالي بدنا نحن نأمن المستجدين أيضا، لأن في عندنا دفع من المستجدين. هلا هاي هلا رح نبدأ نحكي بقى كيف عم بيتم قبول الطلاب بالنسبة للمستجدين وما هي الأولويات. أخذنا قرار في مجلس الإدارة بالنسبة للمستجدين أنه مباشرة يتم إسكانهم بنفس اللحظة اللي بيتقدم فيها الطالب بأوراقه، يتم تسليم السكن. يعني اليوم قدم أوراقه بنفس اللحظة بيأخذ أوراقه وبينزل بيستلم غرفته وبيقعد فيها. يعني ما في طالب أنه ما بيطلع له، هو مستجد. هذا الكلام في الكليات العلمية، في الكليات العلمية كل الطلاب. إذن الأولويات للكليات العلمية المطلوب منها دوام، أيوة. كونوا لديهم دوام ومحاضرات وعملي، لذلك نقوم بتسكينهم بالكامل بغض النظر عن الاختصاص. نأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي، أبناء مثلا مدينة جبلي، أبناء مدينة القرداحة، أبناء مدينة الحقي، أبناء مراكز المدن، هؤلاء الأشخاص يتم يعني لا يتم استبعادهم من السكن. يعني بينما الأرياف، حتى الأرياف الموجودة في المناطق النائية في محافظة اللاذقية حاليا يتم إسكانهم. بس إذن الأولويات للكليات العلمية وحسب المحافظة وبعدها أيضا، يعني بس يكون خارج محافظة اللاذقية له الأولوية. تمام، من خارج محافظة اللاذقية يسكن مباشرة. يعني المحافظة. أما حتى ضمن محافظة اللاذقية، يعني إذا بأرياف بعيدة. بأرياف بعيدة يتم إسكانه باستثناء المراكز المدن، مراكز المناطق الموجودة الجبلي مثل كما ذكرت القرداحة والحفي. هؤلاء أبناء المدن هي وأبناء اللاذقية طبعا لا يسكنون، بقية الأرياف البعيدة تسكن بالكامل. نعم. طيب بالنسبة للراسب سنة أولى ومحافظته بعيدة، شو ممكن، هل يتم قبوله بالسكن الجامعي؟ أيضا في لدى يعني من خلال الخطة الواضعين نحن سيتم إسكانهم لاحقا بعد أن يتم إسكان المستجدين والناجحين من الكليات العلمية. بالكليات العلمية سيتم استقبال بعون الله معظم طالبات، وذكور ليس لدينا القدرة على استيعابهم. الطالبات بالمجمل سيتم استقبالهم في المدينة الجامعية، حتى الراسبات في الكليات العلمية. في العام المنصرم أسكننا حتى طالبات الآداب الراسبات، كل الطالبات اللواتي تقدمنا بطلبات للسكن تم إسكانهم في المدينة الجامعية. في هذا العام إن شاء الله سيكون نفس العام الماضي، سنبدأ بالطالبات بالكليات العلمية لأن الدوام لديهم قد بدأ من بضعة أسابيع، بينما الكليات النظرية حتى الآن لم تبدأ المحاضرات لديهم. لذلك بدأنا بالكليات العلمية الناجحين، سنكمل ونبدأ بالراسبين مع نهاية هذا الأسبوع بعون الله، ومن ثم في الأسابيع المقبلة سنغطي الراسبين في الكليات النظرية. نعم. طيب هلا بالنسبة لل يعني مع بداية العام، إنه قد ايه هلا صار سكنته، كم طالب حتى الآن؟ لغاية اليوم قبل ما اجي بحوالي نصف ساعة كان العدد تقريبا حوالي 9743 طالب وطالبي. حلوة هاي قبل ما اجي، يعني كل نص ساعة تمام، كل نص ساعة ممكن يزيد عندنا 100، بيتغير الرقم لل 100 احيانا بيزيد شي 100 طالب. طيب اذا ما هي الاجراءات والاوراق المطلوبة؟ ونبهت حضرتك انه قدر الامكان قال لكم خففوا، هذا نوع من تسهيل وتبسيط يعني اجراءات التسجيل. كان الأوراق المطلوبة للإناث فقط عبارة عن صورة، عن طبعا العام الاستمراري من العام الماضي ما عندنا مشكلة معهم، الطلاب المستجدين لهذا العام فقط صورة عن بطاقة الطالب أو الطالبي ورسم التسجيل، يدفع في صندوق المدينة الجامعي، ولاحقا عندما يستكمل تسجيله في الكلية يرفضنا بوصل تسجيل الكلي مصدق أصولا يوضع في إضبارته. وبالتالي كان قبل نطلب بيان عائلي، كان قبل نطلب خراج قيد، كنا نطلب بيان بالراتب، هذه الشغلات كلها تم تجاوزها حاليا. وبالمستجدين بحب نضيف نقطة ثانية مثل ما ذكرت حضرتك من شوي، أنه سهلنا عليهم أيضا. هذا الطالب
قبل ما يسجل بالكلية سحبنا الأوراق تبعه أو سحبنا نتائج المفاضلة من خلال مركز الحاسب الموجود عندنا في الجامعة عن موقع الوزارة. كل طالب حسب الاختصاص تبعه بيراجع ذاتية المدينة سواء بالذكور أو بالإناث، بيتم تسليم السكن مباشرة، ومن ثم لاحقا ممكن نص شهر ممكن شهر حتى يسجل في الكلية. ممكن في بعض الكليات بتضل لغاية 1/12 وهي تسجل، لا 10/12 وهم الطلاب يسجلوا فيها. فإذا بدنا نستنظر على هذا الطالب حتى يستلم حتى يسجل في الكلية ممكن يروح له شهرين ثلاثة رايح على الطرقات وشنشطة. فنحن قمنا لا مباشرة، الطالب اللي بده سكن بيجي بيسجل عنا على السكن، ولاحقا بس يسجل بالكلية بيستكمل أوراقه تماما. هذا كان خطوة كثير. التعليم الموازي أيضا، التعليم الموازي أخذين بالحسبان الشواغر تبعهم ومحسوبين لهلأ لسه هن بتعرف هلأ مبارح من يومين يمكن انتهت المفاضلة تبعهم تماما. إذا طلعت النتائج الموازي لا خلال هالأسبوع اللي من هون لنهاية هالأسبوع، عندما حتى طالب الموازي بجوز بتعرف هذا بيطلع له بجوز بغير محافظة كذا، فهون كيف بده يكون تستوعبون للطلاب تماما الموازي. بنفس اسلوب تسجيل الطلاب النظاميين وفق المفاضله العامه سيتم استيعاب الموازي، يعني تاركين لهم حصه حاسبين حسابهم واخذين بعين الاعتبار هذا الموضوع، لانه نعرف نسبتهم 20 ل 25% في بعض الكليات، وبالتالي اخذين احتياطاتنا نحن في الشواغل الموجوده في المدينه الجامعيه. بس اكيد التعليم المفتوح لا، ما التعليم المفتوح لا يتم اسكانهم فقط خلال شهر الامتحان. أثناء شهر الامتحان ليسوا ملزمين بالدوام، صح ما عندهم، وبالتالي شهر الامتحان بيجي الطالب بنعمل له بطاقة ضيف أو بطاقة لشهر الامتحان بالتكميلي أيضا عملناها. ذلك اللي بيعملوه بعد ما يخلصوا طلاب النظاميين حتى تكون شوي فضت المدينة. تماما، بيكون عندي أنا مثلا بيبدأ الامتحانات التكميلي بعد ما بيخلصوا طلابنا، فالشهر اللي بيغيبوه طلابنا فينا نغطي التعليم المفتوح فيه. يعني عمليا ما جينا حوالي 200-300 طالب ما يسكنوا بالمدينة ما بين طالب وطالبي. نعم. أثناء امتحانات التعليم المفتوح من يتم إقامتهم فقط لشهر واحد. بالنسبة للسنوات الأخرى غير المستجدين أيضا، ما هي الأولويات؟ من يحق له السكن؟ أيضا في السنوات الأخرى العام المنصرم نهجنا منهج جديد أنه كل الطلاب الذين يقيمون في المدينة الجامعية يحق لهم التقدم بأوراق الاستمرارية بغض النظر كانت ضيفي أم راسبي أم ناجحة. حتى نخفف العبء على الذاتية وعلى شؤون الطالبات أثناء التسجيل. تماما، لو راسبي كان قبل إذا رسب ما بقى بيطلع ما بيحق له يعمل استمرارية. نحن قلنا لا، هذا الطالب مقيم لدينا في المدينة الجامعية فليتقدم بأوراقه على الاستمرارية، لاحقا عندما يحضر وثيقة الترفع يتم إسكانه مباشرة. وهذا اللي حصل، لذلك فتحنا باب التسكين نحن من بداية الشهر التاسع. الطلاب اللي كانوا مترفعين على الفصل الثاني مباشرة جابوا لنا أوراق وثائق ترفع وتم تسليمهم السكن. الطلاب اللي قسم منهم بقي على التكميلية هيدا تأخروا قليلا بالاستلام. يعني الشرط أن يكون وثيقة الترفع تماما على أساسها بدك تكون مباشرة. عملنا دورة تكميلية كيف هيدي عملت لنا إشكالية حقيقة، لحد الآن في بعض الكليات لم تصدر نتائج فيها. وبالتالي الطالب اللي بده يسكن عندي ما جاب لي وثيقة الترفع ما بحسن سكنه أنا لحد الآن. ليش بدي سكنه؟ بدي سكنه كناجح، ما بدي سكنه كراسي. وبالتالي اضطرينا نزيد الفترة الزمنية المسموحة لهؤلاء اللي التقدم بوثائقهم. لو كانوا وثائقهم جاهزة كنت من الأسبوع أو من الأسبوعين كنا انتهينا من موضوع تسكين الناجحين وبدأنا بالراسبين. هذا الموضوع دفعنا لإزاحة الفترة الزمنية المخصصة للراسبين لاستلام السكن. وشكل عبء إضافي علينا لأن هؤلاء الراسبين مقيمين حالياً وينامون في المدينة الجامعية من خلال ورق منامي، ولكن هذا العبء كل أسبوع بدنا نبدأ نقطع حوالي 1000 ورقة منامي لمين؟ للطلاب الراسبين. لو كانت النتائج صدرت والطلاب الناجحين استلموا كلهم كانوا الراسبين مباشرة. هي إحدى تبعات فعلا يعني تأخر، هو طبعا لأن دورة ثالثة وصدور النتائج والحقيقة هي فترة قصيرة كمان. يعني مشكورين كل أساتذة الجامعة أنهم يعجلوا يلحقوا بإصدار النتائج. يعني أولا بدأ الدوام يعني في تماما بدأ الدوام وفي طلاب ما بيعرفوا بأي سنة ناطرين النتيجة. بس كمان يعني الحقيقة وقت ضيق، يعني نحن لحالنا عم نوجد المبررات. يعني انتهت الامتحانات يمكن ب4/9، نحن كنا فاتحين باب التسكين من 1/9، 4/9 بنصف شهر، 18/9 بدأ الدوام و18/9 بدأ الدوام النظامي بالجامعة. فوقت ضيق يعني، ولهذا الشيء الحقيقة. ومع هيك يعني نحن بنعتبر الدورة التكميلية هي يعني أو الدورة الثالثة هي مكرمة حتى يعني الطلاب قدر الإمكان ما يعيدوا السنة، يعني يترفعوا حتى
حتى يسهلوا عليكم حتى انتم. تماما بيخففوا على الاباء علينا. انتم لما عم تقول نفس ذاتيتهم نفس اوراقهم ما كل سنه بدنا نرجع نعيد، فبتسهل العمل بكل المجالات. لما يعني بيترفع هذا الطالب لما في دوره تكميليه وما يترفع عليها ما يريحنا، ما يفتح مجال لطالب ثاني مستجد يجي يحل محله في السكن، وبالتالي بيخفف الاباء علينا. نعم. بدنا نحكي هلا عن خدمات المدينة الجامعية استاذ دكتور حبيب. يعني سكن اكيد يعني مسؤولية كتير كبيرة، وبده بنية تحتية كتير كبيرة ايضا من حيث يعني التأمين المياه الكهرباء، ونعرف ان الجامعة عندها استقلالية بهذا الجانب. ما هي الخدمات يعني التي تقدمها المدينة لطلابنا؟ فيما يخص الكهرباء والماء راح أبدأ فيها لأن منعاني منها كثير حقيقة، هي عم تضنينا هذه المشكلة. ما يصير عندنا نقص وشح شديد في المياه. نحن عندنا حوالي 15,000 طالب في المدينة القديمة وحوالي 3,000 طالب في المدينة الجديدة، يعني حوالي 18,000 طالب. يعني إذا بدنا ناخذ معدل وسط لاستهلاك المياه المفروض كل طالب 100 لتر في اليوم، يعني حوالي 1800 متر مكعب يومياً. 1800 متر مكعب ما يوصلنا منهم حوالي بالسكن القديم حوالي 300-200، والسكن الجديد حوالي 700 متر مكعب. يعني أقل من 1000 متر مكعب ما يوصلنا يوميا، نحن حوالي 800-900 متر مكعب، ولذلك عم نعاني فعلا من شح شديد في المياه. أنتوا كيف بيزودوا المدينة بالمياه؟ كيف؟ في عندنا خطين بالنسبة لداخل الحرم، في عندنا مركز حراري في المدينة في الجامعة بغذي الجامعة كاملة. 900 متر مكعب هي لكامل الجامعة وليس فقط للمدينة الجامعية، للكليات المنتشرة في أنحاء الجامعة بالإضافة للمدينة يعني الجامعية. يعني مؤسسة المياه كيف بتضخ المياه من خلال السن، وفي عندنا نبع ثاني يمكن بتضخ منه المياه على المدينة الجامعية، بس الكميات اللي عم تضخها كميات شحيحة. طيب جداً. خطبتوا المؤسسة إنه هاي كميات غير كافية؟ بالصيف الماضي تواصلنا معهم، وكل مرة يظهر عندهم بيظهر مجموعة أعطال في المؤسسة عم تعملنا قضية حقيقة. نعم. أحيانا بتضرب خطوط الضخ عندهم، وبالتالي بيصير عندنا شح بمنسوب المياه في الخزان. نعم. ما عاد نحسن نضخ. طيب أنا يعني يا ريت نغتنم هالفرصة زملاء إذا بنقدر نحكي مع الأستاذ منذر دويبي مدير مؤسسة المياه، بنسأله عن هالناحية. يا ريت إذا بتقدروا توصلونا معه على الهواء زملاء، سمعتوني؟ يعني حاولوا قدر الإمكان. نعم. العام المنصري من الأستاذ منذر وإجوا المهندسين عندهم وحاولوا يزيدوا لنا عدد أو كميات الضخ. نعم عفوا، نحن بس إنه اتصال زملاء مع الأستاذ منذر دويبي مدير مؤسسة المياه. نعم تفضل، أنا قاطعتك آسف. حاولوا يزيدوا لنا كميات الضخ، بس كانت المشكلة عامة في اللاذقية ليست فقط في المدينة الجامعية، ولكن مشكلتنا نحن بتظهر مباشرة في المدينة الجامعية، كونه هذا الطالب ليس لديه لا خزان ولا لديه أوعي ولا لديه خزانات تانية يعبيها ضمن الغرفة ويقنن. لذلك لما بيجي مي بيحسن يشرب مي، لما ما في مي ما عنده، يا عنده قارورة مياه لترين مي هذه قنانة العادية، يا أما ما عنده شيء، وبالتالي ضروري يكون عنده مياه بشكل مستمر. بينما عندي في المنزل مثلا لدي خزان 5 متر مكعب، عندي اواعي ثانيه ممكن اعبيها لما بتنقطع المي كل، بينما هذا الطالب لا يحمل في جيبه اكثر من قاروره مياه. اذا انقطع المي ممكن يحطها بجانبه حتى يغسل او وشه او يشرب. خاصه هذا سكن، يعني عندك تماماً حمامات وعندك تماماً استحمام والوحده السكنيه فيها حوالي 800-900 طالب او طالبه، لما عم تنقطع المي عنها كارثه حقيقيه تماما، من ناحية الروائح، من ناحية النظافة، من ناحية العبء على البنية التحتية. يعني نحن عمال الصيانة عندنا ما بيلحقوا أثناء فترة انقطاع المياه، يوميا بيصير عندهم سطم ولحقي بقى تخلي العامل يشتغل ليل مع نهار حتى يزيل هذه المشكلات اللي موجودة، وبالتالي بنتمنى نحن حقيقة أن المياه ما تنقطع وتجينا على مدار الساعة. هلأ هي ضمن التقنين عم بتكون، يعني التقنين العام للمدينة محافظة اللاذقية والمدينة؟ هلأ نحن عندنا خزان رئيسي مجي عليه المي، ولكن الكميات اللي عم تيجي على هذا الخزان كميات لا تفي بالغرض، لذلك الضخ عم يصير على بشكل متقطع، يعني ليس الضخ على مدار الساعة، بيدخلنا ساعة ونص الصبح، ساعتين هلا حاليا ما يدخلنا حوالي ساعتين الصبح، ما يدخلنا حوالي ساعتين عند الساعة واحدة، ما يدخلنا حوالي ساعتين عند مساء. هالكمية هذه قليلة جدا، يعني بدنا نشغل المي السخنة حاليا، نحن ما عندي قدرة أشغل المي السخنة، ما في مي ما فيك تشغل المراجل الماء الساخن، بدك المي تجيك أقل ما يمكن 6 ساعات على بعض حتى
تكون كميه كافي ويتحمموا الطلاب فيها، وبالتالي هذا الموضوع لحد الان ما حنشغل المي سخنه بسبب مشكله المياه. نعم نعم. طيب نحن قبل ما نكمل بالخدمات وناخذ الاتصال، خلونا نشوف تقرير لزملائنا دارين عارف ورأفت كحيلي اللي جونا استطلاع يوم أمس تماما عن المدينة الجامعية، ماذا يقول الطلاب، ما هي طلباتهم وما هو واقع المدينة حتى الآن، يعني بعد تقريبا شهر من بدء العام الدراسي. نتابع هذا التقرير. مشاكل متواجهه بدايه العام الجديد بالسكن الجامعي؟ هلا نحن بالسكن القديم كون قدامى المستجدين او اللي مو مستجدين، يعني المستجدين سنه اولى مو مستجدين سنه ثانيه او اول سنه يعني بالثانيه، الرازبين وما فوق يعني ثانيه والرازبين هيك عم يحطوهم بالقديم، عم ناخذ نحن بالقديم يعني سبعه بالغرفه، واحيانا عم يجيك بطاقه ضيف بيكون ثامن يعني، وخمسه تخوت، خمسه تخوت يعني عم نقسم سبعه اربعه على ثلاثه تخوت وثلاثه على تختي وخمس خزانات. وشوف يعني انه قطعه المي مصيبه كثير كبيره، انه انت بدك تجي مثلا فايق الصبح بدك تغسل وجهك تنزع الكلي، تخيل انه ما تلاقي مي. يعني مشاكلنا انه العدد كبير بالسكن القديم كله قدامى شباب بس لحالي، وهون السكن كله تعبى بنات، نحن السكن القديم بعتونا لانه هو قديم يعني يعني فوق الخمسه بالغرفه، الغرفه طبعا ما بتتجاوز او يعني حتى مو سته كمان سبع وثمانية كمان احيانا. هلا شو بدنا بالضيوف وكذا، انه ثمانية بينزل اساسي ثمانية او سبعة يعني. طلعنا نحن استاجرنا برا، طبعا الاجارات نار، غلا مو طبيعي يعني، العالم بدها تستغلك. فطلعنا استاجرنا يعني نحن طلاب، واحد بالبيت مثلا عنده بيت اهله، مثلا واحد عنده اربع خمس طلاب جامعه شو بيعمل بحاله هذا؟ اي ف يعني ما بعرف، نتمنى تساعدونا بهي المشاكل يعني. شو عندك طلبات من اداره السكن الجامعي؟ انه يعني كمان المي ما تنقطع يعني، اكثر شيء كان بالامتحانات ما بعرف يمكن يطفشوا العالم او ما بعرف شو ليش هيك ما يعملوا يعني بيقطعوا المي. اول شيء يعني بدنا وحده نسكن فيها، يعني لازم نسجل اول شيء بالكليه بعدين لنجي على السكن. يعني ممكن نكون انه مع يعني عالم ساكن انه برا يعني برا الجامعه وبعيد، انه كيف رح كل يوم رح تجي يعني مثلا، انه هي اكثر مشكله. ومشكله انه ضمن الوحدات يعني، هلا نحن انه اكثر شيء عندنا مشاكل الحمامات، يعني مشاكل الاسانسير. يعني انت مثلا بتجي من دوامك احيانا تكون تعبان، بتجي بتلاقي الاسانسير انه على الطابق الرابع خالص، انه ما بدك تنطر يعني مضطر تطلع على الدرج. يعني في كثير يعني. والمي اهم شيء. المي انه اهم شيء بتنقطع، وخصوصا الصبح يعني احنا رايحين على الدوام وبتكون مي مقطوعه، يعني هيدي دوام الساعه 8 الصبح، انه 7 ونص ماكسيموم اللي تجي. يعني تخيل انت عندك وين دوامك، يعني انه مي مشكله. المي مشكله فعلا لانه كثير عم تنقطع. مشكله العدد كثير، نحن عم خمسه بالغرفه على ثلاث تخوت، كثير يعني الوضع كثير. نحن مثلا خمسه طب بشري بالغرفه نفسها، عم يصير في ازمه درس بشكل، وهي اكثر شيء بالنسبه لضغط السكن، ضغط الطلاب، العدد والمي، هدول اكثر شيء ممكن. شو بتطلبي من اداره السكن عشان تحل المشاكل؟ مثلا في وحده عم تنفتح جديد، يمكن انه المفروض يخف الضغط شوي علينا، بس اسرعوا بعمل هاي الوحده كرمال انه باقي الغرف باقي الوحدات انه ترحلح شوي. والله اكثر شيء المي. ثاني شيء السكن. هلا لحد هلا انا من جامعه حلب، لحد هلا ما اجت الاسماء، يعني عم لاقي مشكله بالسكن يعني على طول منامي لهلا يعني اسم اخر سكن، هي المشكله. طيب شو بتطلبي من اداره السكن الجامعي؟ بطلب يعني انه تجي الاسماء بقى ويعطونا سكن، يعني اهم شيء مشان نعرف يعني ندرس. هي والمي يعني اكثر شيء اكتشاف عم تنقطع بالليل، يعني هذا كثير يعني كل الصبايا عم تتضايق منه هون. اولا السكن انه الغرف صغير كثير، ومثلا عدد تخوتي قليل كثير، وست بنات تقريبا بالغرفه يعني. وكمان المشاكل انه اللي بيكونوا ست بنات كثير كثار، يعني الضغط كثير على الغرفه، ويعني مثل كانه زحمه كثير كبيره، بصير كانه ما عندنا قدر انه مثلا تنفس بالغرفه، انه اجواء الدراسه بتصير كثير قليله يعني. طبعا
طلابنا وطالباتنا رغم كل شيء هيك بيضلوا ما احلاهم، يعني عم يشكوا في قله بي وكذا، بس هن بكامل هيك اناقتهم وجمالهم يعني، وهذا هو دائما شبابنا السوري اللي بتاقلم مع كل الظروف. نحن اصبح جاهز اتصالنا مع المهندس الاستاذ منذر دويبي مدير مؤسسه مياه اللاذقيه. اهلا ومرحبا استاذ منذر، تحياتنا لك. يسعد اوقاتك، تحياتي لك. اهلا وسهلا. نحن اليوم ضيفنا دكتور حبيب محمود مدير المدينه الجامعيه في جامعه تشرين. وهلا كان معنا استطلاع، يعني معظم الطلاب وواقع المدينه يعاني من قله المياه، عم بتضخوا لهم يوميا بين 700 الى 900 متر مكعب، بينما هن حاجتهم يعني يمكن تكون ضعف حوالي 1800 متر مكعب. ما هو الحل يعني لانه ألا ينقطع، يعني تنقطع الماء عن المدينة الجامعية؟ ما هي إجراءاتكم في هذا المجال؟ يسعد أوقاتك. أنت يسعد أوقاتك حبيب. صباحك أستاذ منذر. تحياتي دكتور، أهلا وسهلا. عموما حاجة المدينة عم تاخذها بشكل جيد، سواء المدينة الجامعية بقرب المؤسسة ولا المدينة الجامعية بقرب الجامعة، ولكن الأعطال اللي تكررت خلال شهر أيلول وخلال الشهر الحالي هذا أثرت بشكل أو بآخر على الوارد المائي. هذا بالإضافة طبعا، هذا لازم ناخذه بعين الاعتبار كثير، انخفاض منسوب نبع السنة. نحن يوميا عم نوقف مضختين، يعني في تراجع الوارد المائي لمحافظة اللاذقية بحدود 35,000 متر مكعب، هذا بده يؤثر على جميع الأحياء. هي بالمطلق، إن شاء الله نحن قريباً يعني بعد موسم، بعد مطرة أو اثنين، يعني حوض السن نفوز جداً. فوراً رح طبعاً يرتفع منسوب السن، وبعد بقى في مشكلة بالمدينة الجامعية، إلا وقت بيكون عندنا عطل فني أو ما شابه ذلك. نعم. هلا بالنسبة وحتى الدكتور حبيب يعرف متابعتنا للموضوع، متعاونين وما يعني عم بيقول هذا الشيء. هلا بالنسبة للانخفاض المنسوب، يعني هذا شيء متعلق ب يعني ان شاء الله ب نعم وضع المطر ان شاء الله، الله يبعث الخير. بس بالنسبة للاعطال، يعني نحن بنعرف انه دائما بيكون في تهيئة لاي موسم، يعني فكيف تم تهيئة يعني صيانة او حل لئلا نقع بمثل هذه الاعطال مع بدء العام الدراسي، يعني لئلا نقع فعلا بمثل هذه الظروف؟ ما دام عندنا الخط الرئيسي، خط الجر الثاني اللي بيغذي حوالي 70% من محافظة اللاذقية، نعم، ومنا المدن الجامعية والجامعة، هاد أعطاله كثيرة. نعم. والعطل دائما وأبدا بيكون مفاجئ لنا، مفاجئ لنا تماما. نعم. وقت حدوث العطل نحن على موقع المؤسسة بنعلم الناس، ورشاتنا وصدقيني آخر عطل توقفنا عن الضخ الساعة 10 الصبح، أنا والورشي حتى الساعة 4 تماما ليلا على الخط، حتى عادنا إصلاحه وعادنا الضخ. لا يوجد توقف دقيقة واحدة عن العمل، ولكن الأعطال دائما وأبدا بتكون مفاجئة. إن شاء الله يعني عندنا خط الجر الثاني، يعني اللي تم استبداله، معروف هذا تم تشكيله بمناسبة الحركة التصحيحية العام الماضي. نعم. رح خلال هذا الشتاء بيكون استهلاك الماء أقل، رح نكفي عملية غسله، لأنه خلال الصيف ما قدرنا نقوم بعملية الغسيل، بده كميات كبيرة، نكفي عملية غسله. في حال حدوث عطل على الخط القديم ممكن مباشرة تحويله على خط جديد، حتى ريثما يكون تم تنفيذ الفتحات على الطريق، استثمار الخط بشكل كامل. حتى السيد الوزير امبارح ليلا الساعة 11 ليلا، هاي بالمناسبة الساعة 11 ليلا بعد مقابلته على تلفزيون الفضائي السوري، سألني عن الوضع وأكد على غسل الخط والخارج والاستثمار. نعم. يعني إن شاء الله يا رب، هذا بنتأمل. هل يعني تخضع المدينة الجامعية لنظام التقنين، ولا هي لحالة إلى وضع الخاص؟ لا. يعني هذا الانقطاع هو ضمن خطة التقنين مثلا، أو مثل الأحياء المحافظة، ولا هي طالما موجودة ضمن هذا الخط تنقطع المي عليها مثل بقية الأحياء؟ مدام لبابا، يعني أنا حكيت مع السيد الوزير وحكيت مع السيد المحافظ بهذا الخصوص. نحن هلأ
عم نوضع برنامج لسه ما طبقنا، عم نوضع برنامج لا سمح الله إذا ضل انحبس المطر لفترة أطول، رح نوضع برنامج ونشوف كيف بدنا نسقي اللاذقية، ممكن نسقيها لكل حي 6 ساعات 4 ساعات باليوم أو يوم. وطبعا هذا رح يتم إعلام جميع الأخوة المواطنين بما فيها دوائر الدولة من الجامعة. إن شاء الله نحن ما نوصل لهالمرحلة، عم نحاول بطرق متعددة حتى المواطن ما خلينا حتى الآن يحس بانخفاض كمية الماء، ما خلينا المواطن بطرق متابعة يعني عم تقطع بأوقات صح، يعني واضح هذا الشيء الحقيقة. على كل نحن بنتأمل يعني ونعرف إنه هاي الظروف أحيانا عم تكون خارج إرادتنا، خارج يعني إطار إنه نحن نقدر نعمل شيء فيها يعني، لكن بنعرف جهودكم وبنعرف يعني متابعتكم لهي المواضيع. نحن حبينا بس هيك نضيء يعني الحقيقة بعد ما حكوا الطلاب يعني عن موضوع المياه إنه نعمل اتصال مع حضرتك اللي دائما عم تلبينا مشكورا للإجابة عن أي تساؤل. شكرا كثير إليك مدام لبابا وللدكتور حبيب، ولازم يتذكر اخوتنا او اولادنا الطلاب. نعم هن اولادنا حقيقه، ونحن ما لا يمكن لا يمكن الا يكونوا باهتمامنا وتحت رعايتنا مثل أكيد. الدكتور حبيب او مثل امين فرع الجامعه او رئيس الجامعه، ونحن أكيد. مثل بقيه المواطنين بهالمحافظه ان شاء الله. اكيد. شكرا جزيلا للمهندس منذر دويبي مدير مؤسسه مياه اللاذقيه، شكرا لتواصلك معنا. الله يعطيك العافيه. شكرا لكم. شكرا. خلصنا من المي بنجي على الكهرباء. الكهرباء ان شاء الله افضل حاله، بنعرف انه الجامعه بتغذي الكهرباء ضمن الحرم، ما عندي مشكله فيها. الحمد لله الكهرباء جاي على مدار ال 24 ساعه في بيوتنا. هنالك تقنين بينما ضمن المدينه الجامعيه لا يوجد تقنين للكهرباء ضمن الحرم. المشكله تظهر عندنا خارج الحرم في السكن القديم. خارج الحرم لدينا مولدي تعمل فقط اثناء انقطاع التيار بساعات التقنين. طبعا التقنين ما يحكم بالليل مرتين، مثلا ساعة من الساعة 5:30 عندنا 6:45 لغاية 9:45 منشغل المولدي بالوقت هذا، لغاية 12 بالليل بتنقطع مرة ثانية ما منشغل حاليا. إسا ما كونه مكتمل السكن بشكل جيد، وإسا الطلاب ما كتير التزموا بالسكن، وبالتالي ما لنا منشغل حاليا. فترة الامتحانات يتم تشغيلها في كل لحظة انقطاع ليلا طبعا، في أثناء النهار وفي ضوء النهار لا يحتاج إلى كهرباء طبعا. بينما في الليل تشغل أثناء فترات الامتحان بشكل كامل، وما عندنا مشكلة غير أنه عم يعانوا الطلاب أنه ليش السكن الجديد فيه كهرباء على مدار الساعة بينما عندنا في السكن القديم الكهرباء خاضعة للتقنية. عن السكن القديم اللي هو يعني تنقصه الكثير من الخدمات، وشفنا بعض الطلاب حكوا عن هذا الشيء يعني عم بيصير هنالك محاولة لربط السكن القديم مع الجامعة. كيف؟ نربط خط كابل خط الكهرباء، خط الكهرباء بحيث انه تبقى الكهرباء على مدار الساعه ايضا في السكن القديم. وهنا رفيقنا امين الفرع والسيد رئيس الجامعه وعده بهذا الكلام، وان شاء الله راح يتنفذ قريبا. هي بالنسبه للكهرباء، بس بالنسبه للسكن القديم يعاني من نقص خدمات بشكل عام، وحتى هو السكن يعني ما بعرف اذا يعني كبنيه يعني ما له بهالشكل اللائق. في الواقع الوحدات الثلاثة الموجودات خارج الحرم هن أقدم وحدات موجودين في المدينة الجامعية. فأصبحت البنية الأساس تبعهم كبنية تشييدية قديمة فعلا، كبنية إنشائية قديمة، بالإضافة للفرش الموجود فيهم أصبح قديم أيضا. ومن هنا يعاني الطلاب من هذه المشكلة. طيب نحن نعرف أنه في عندكم يعني أكيد بند صيانة هذا الشيء بشكل يومي تقريبا، ونفس الشيء ممكن أنه أنتم تجددوا فرش وإلى آخره، ما بنعرف يعني حسب ميزانيتكم ميزانية الجامعة. ألم تلحظ حتى الآن المدينة القديمة؟ معظم الكتب التي تم رفعها من قبل إدارة المدينة، كان هنالك ورشة عمل في العام الماضي طرحنا هذا الموضوع فيما يخص السكن القديم، أنه محاولة فعلا تجديده من ناحية الفرش وليس البنية الإنشائية. البنية الإنشائية منقوم على ترميمها نحن قدر الإمكان بالتعاون مع الدائرة الهندسية، ولكن الفرش الكلفة هائلة جدا. وكما تعلمين هنالك كان قرار بتخفيض النفقات لهذا العام والعام المنصرم، تخفيض النفقات والمصاريف للمؤسسات العامة، لذلك فرش لم يلحظ حتى الآن في الخطة من أجل تبديله، ولكن كبني إنشائي نحاول نرمم فيها قدر الإمكان بما نستطيع. في العام الماضي كان لدينا معظم الوحدات هنالك فيها رشح،
من خلال العمال تبعنا ومن خلال المتابعة الحسيسي هذا العام نادر هنالك نلحظ رشح في وحدات في بيوتنا. أحيانا نحصل قمتم بأعمال صيانة مستمرة على مدار الساعة، عندي عمال صيانة يتابعون العمل حتى الساعة 10 ليلا حتى بعد دخول الطلاب إلى وحداتهم. أحيانا تحصل مشكلة يلجأ عمال الصيانة مباشرة ونطلب إذا كانوا قد ذهبوا إلى بيوتهم يعودون مباشرة ويحلونها. فيما يخص التسريبات الموجودة أو التسرب الموجود حاليا في معظم الوحدات تم التغلب عليه، في معظم الوحدات تم التغلب عليه، ونتابع في حتى في السكن القديم هنالك حمامات صار لها عشرات السنين ترشح ولم يتم معالجتها بالشكل المناسب. استعنا ببعض الفنيين النشيطين، استعنا وبشكل مستمر والحمد لله وصلنا لنتائج إيجابية في هذا الموضوع. نعم. أيضا هناك وحدة جديدة قيد يعني تقريبا هي كبناء كإنشائيا وبناء جاهز خالصة، بس يعني أنه إمتى ممكن تجهز بلكي شوي بتخفف هذا الضغط اللي حكوا عنه الطلاب؟ هي الوحدة رقمها بده يصير رقم 23 عمليا، لأن عندنا 22 وحدة حاليا. هذه الوحدة مخصصة حاليا للمتميزين، وبالتالي عندما يتم تجهز هذه الوحدة، وكما فهمت من مدير مركز المتميزين أنه خلال فترة وجيزة إن شاء الله ربما خلال هذا الفصل يعني بنتقلوا عليها المتميزين، وأنتم الوحدة 13 بترجع لكم، 13 بترجع لنا، وبالتالي ممكن نحن بهالحالة هاي أن نخفف ضغط على أبنائنا الموجودين في بقية الوحدات، بدل ما يكون العدد عندي 5 في الغرفة أو 4 أو 6 في بعض الغرف مثلا. ممكن الوحدة السكنية هاي مثلا 13 قديش بتتسع؟ ممكن وفق عندك في حوالي 130 غرفة، إذا حسبنا 4 عندك 500-600 طالبة تقريبا بهذا الشكل. طبعا. حوالي 600 طالبة على الأربعة، إذا حسبناها على الخمسة كمان بصيروا بتزيد. لا، فنحن بدنا نخفف من الخمسة. هو شوي عم بيعانوا الطلاب من هذا الضغط، بس يعني الكل بيعرف يعني نحن بظرف يعني. حتى عجبتني كلمة إنه عنا ضيوف، يعني نحن بالأخير ممكن يستضيف طالب لما تطلع له غرفة، مثل ما حكينا حالات خاصة إنه تسمحوا باستضافة، طبعا الشرط يكون طالب جامعي. حصرا نحن نأمل ونتمنى أن يكون لدينا غرفة لكل طالب. كنا حتما سنخفف الاهتلاكات، سنخفف أعمال الصيانة، ستخف المشاكل اللي بتعترضنا أثناء الأيام. بدل ما يكون هنالك مشاكل بين الطلاب لما بيكون عدد كبير بيكون طالب واحد بالغرفة، هذا الموضوع كثير بيريحنا. ولكن الإمكانيات المتوفرة حاليا حتى نغطي أبنائنا الطلبي ونخفف العبء على أهاليهم، لا يمكن استيعاب هذا العدد إلا بهذه الطريقة. حكت إحدى الطالبات إنه هالزحمة عم تخلينا ما بقى نقدر ندرس أو كذا، بس نحن بنعرف إنه في مكتبات ممكن قاعات مطالعة إنه بإمكانه الطالب يروح يدرس فيها، لأن أكيد بالغرفة مستحيل حتى يعني. نحن بالغرفة يعني الغرفة فقط ربما للنوم أو الأكل. تماماً. حتى يعني الغرفة مانعينهم بعد الساعة 12 حدا طالب بدأ تنام. ما بيصير تجي زميلة شعل عليها الضوء بعد الساعة 12، بعد الساعة 12 حبيتوا تدرسوا متفقين بالغرفة ما عندنا مشكلة، في مشكلة بعد الساعة 12 في خلاف ممنوع تدرسي بالغرفة، بتنزلي قاعة المطالعة، قاعة المطالعة لدينا في كل وحدة قاعة مطالعة صالة طويلة عريضة مجهزة بما تحتاج إليه حتى لبعد الساعة 12 بإمكانه، لغاية الساعة 5 الصبح، لغاية الساعة 7 الصبح ما عندنا مشكلة، الطلاب يبقون فيها ليلا نهارا، الوحدة مقفلة والطلاب يتناوبون على قاعة المطالعة ذهابا إيابا، وبالتالي ليس هنالك مشكلة في موضوع الدرس. أكيد مدينة جامعية بهي الضخامة وأعداد طلاب عم يتجاوزوا يعني رح يقتربوا للعشرين ألف طالب، لابد أن هناك نظام يعني إداري طبعا من جهة ونظام متابعة لرعاية هؤلاء الطلاب. نحن بنعرف في تقاليد للمدينة الجامعية من حيث توقيت الخروج أو يعني آخر مرة بدهم يفوتوا الطلاب في توقيت محدد، في نظام بدهم يتبعوه هؤلاء الطلاب. بنحكي هون عن الجانب الإداري لمتابعة شؤون كل وحدة سكنية، في مشرفين، في يعني متابعين، حتى بدكم تسمعوا شكاويهم، بتحلوا مشاكلهم أحيانا، يعني هاي أسرة، يعني هون كأنك كل غرفة هي أسرة. فهون أنتوا من يعني من هو الكادر المسؤول عن هذا الجانب اللي هو ممكن يكون جانب اجتماعي نوعا ما؟ لدينا في كل وحدة سكنية مشرفي أساسي ومساعدتين لديها صباحا، بالإضافة لمشرف مسائي. يعني هنالك في الوحدة السكنية 4 مشرفات بالنسبة للإناث، بالنسبة للذكور أيضا موجود هذا العدد، يضاف إليه شخص آخر الذي يتناوب ليلا يستمر في كامل الليل، يعني أيضا 4 أشخاص أو 5 أشخاص موجودين في الوحدة السكنية مسؤولين عن متابعة قضايا هؤلاء الطلبة أو المقيمين في هذه الوحدة.
لحل مشاكلهم، لتلبية طلباتهم، كل ما يحتاجونه سيتم حل مشاكل وحل وتلبية طلباتهم من خلال هذا الكادر الإشرافي. طبعا هذا الكادر يعمل ليلا نهارا حتى وهنهم قاعدين بالليل، كما ذكرتي حضرتك أنه أولادنا بيت سكني أكيد. على مدار الساعة مشغول، وبالتالي كثير من المشرفات وهم في بيوتهم يتابعون وحداته السكنية. تحصل مشكلة في الليل بيتم التواصل مع المشرفة وهي ببيتها، ثاني يوم الصبح تخبرني المشرفة أنه كان حصلا عندنا كذا كذا، تواصلوا مع الطالبات. يعني في متابعة حتى على مدار الـ 24 ساعة من قبل جهاز الإشراف، يعني هذا إرهاق وعبء شديد على أكيد. جهاز الإشراف أحيانا الأسرة الأم والأب مع بيئة تماما نعلم إذا كان لدينا طفلين في البيت يسيرون لنا صح. الكثير من المشاكل. طب أحيانا قد لا يتفق يعني بعض الطلاب مع بعضهم، ممكن حتى تصير مشاكل وبيصير هيك شيء، يعني كيف ممكن تحلوا هيك نوع من المشاكل؟ نسعى قدر الإمكان في بداية التسكين حاليا، مثلا خلال التسكين هنالك العديد من الطلاب أنا أرغب في السكن مع زميلتي في الاختصاص كذا، نحاول جمع قدر الإمكان في حتى نخفف المشاكل لاحقا. إذا لم نستطع وبقد في طالب مثلا وحصل في، وحتى بالرغم من أنه بيجتمعوا مع بعض وبيطلبوا بعض أنه بدنا نسكنوا مع بعض، بتصير مشاكل على العشرة وبالتالي نعمل لاحقا على حلها من خلال لدينا معاونة المدير، لدينا هنالك في هذا العام أيضا كلفنا سلاسي من المشرفات القديمات بالإشراف على كل سيدي منهم مشرفي على مجموعة من الوحدات، 4-5 وحدات تابعة لها، تحل مشاكلها، تتابع أمورها، تتابع شؤونها من كافة النواحي، وبالتالي أي مشكلة تحصل بينها بين الطالبات في الغرفة أو مع الإشراف أحيانا بيلجأ إلى هذه المشرفة الرئيسية المسؤولة عن هذه الوحدات وبيتم حلها. من حلت لمعاونة المدير، من حلت بدها توصل للمدير. إذن في يعني هاي الرعاية موجودة كذا سوية لحل المشاكل، والحمد لله المشاكل اللي ما تصادفنا كلها مشاكل بسيطة، يعني إن شاء الله لا أكيد تتعدى أكيد. كون خلافات حتى نحن أسرية. من النواحي ضبط المدينة يعني من كل النواحي أنك تكون تراقب الطلاب سلوكيات معينة، متصور هذا الجانب اللي هيك هذا أيضا من... هذا النظام مضبوط بشكل جيد من خلال وحدات الإناث يتم إقفال الساعة 9 مساء، وحدات السكور لغاية الساعة 11 ليلا. بعد الساعة 9 أي طالب يتأخر عن السكن يتم توجيه إنذار إليها مع غرامة مالية. إذا كررت أكثر من مرة يتم فصلها، إنذارين بحق الطالب يتم فصلها وحرمانها. هلا بعد شوي نسألك متى يعني متى يفصل الطالب من المدينة، مش وهي ممكن تكون المخالفات، بس قبل إذا حبوا طلاب إنهم يبدلوا يعني بين وحدة إلى أخرى، هل هذا يعني وارد إنه ممكن تبدلوا؟ ضمن الوحدة أو غرفة ما بعرف، إذا ممكن ضمن الوحدة نفسها ليس هنالك يعني من إذا اتفقوا أو ضمن الوحدة، إذا تبديل أريح وأسهل بكثير. تسعى المشرفة دائما لإزاحة بعض الطالبات من هذه الغرفة وجمع طالبات حب يرغبنا في السكن مع بعضهم تجمعهم في غرفة. أيضا إذا حبت أو رغبت هذه الطالبة بالانتقال من وحدة إلى وحدة يتم نقلها ضمن الوحدات المخصصة للكليات الهندسية والطبية، مثلا طالب الطب أو هندسي ضمن هذه الكليات الوحدات يتم نقلها. طالبات الآداب يتم نقلهم ضمن وحدات الآداب. طالبات العلوم ضمن وحدات العلوم، والتربية والاقتصاد ضمن وحدات العلوم طبعا. موزعين حسب الاختصاصات لكي نخفف العبء. كانت تردنا كثير من الشكاوي أنه طالبة الآداب لا تدرس، لا تسمح لنا بالدرس، فقمنا بفصل طلاب الآداب، منحناهم واحدتين، واحدة التمريض والواحدة الأولى، طلاب الاقتصاد والتربية أيضا لحالهم، طلاب الطبيات والهندسات لحالهم ضمن الوحدات المخصصة لهم يتم النقل. وأحيانا يتم النقل بين الآداب مثلا والطبيات جمع أخوي في كثير من الأحيان، أخت موجودة في الطبيات يتم نقل أختنا عندها حتى نخفف المشاكل قدر الإمكان. طبعا بما أنه قلنا هو مجتمع، ما هي المخالفات التي قد يفصل الطالب على أساسها يعني من المدينة؟ وأنتوا بتحطوا في بنعرف أنه بتحطوا تعليمات وإرشادات وتحذيرات من بعض الممارسات ليبقى الطالب في هذه المدينة الجامعية. صدق عمليا في ناحية من ناحية العقوبات يعني. العقوبات في بداية كل عام يتم وضع لائحة موجودة بجانب الأسانسير وجانب المصعد يقرأها الطلاب، أي مخالفة ضمن هذه المخالفات يتم إنذاره للمرة الأولى ومن ثم للمرة الثانية، في المرة الثالثة يجب أن يفصل. تمام يعني يجب أن يفصل. بيكون ما فيك سر أنه في بعض الأحيان نحن نتريس في فصله، مثلا وصلت المخالفة تبعه لإنذارين خلال الامتحان طالب تحديدا أو طالب، وين بدنا
يعني نطلعوا على الشارع مشكله ايه؟ فبالتالي مستنظر عليه لنهايه العام. نهايه العام بعد ما بيخلص امتحانه للعام القادم بنحرمه من السكن. المخالفات هي عاده احيانا بتكون مثلا شغب مقصود، احيانا بتكون خلاف ما شجار مع المشرفين او شجار مع الزملاء، نوع من الممارسات يعني. أحياناً انتو بمعنى انا هو السؤال انه كله هذا حتى هذا مضبوط لنشير الى انه هي مؤسسة اجتماعية بالاخير، هي كل سوريا ابناء وبنات سوريا عم بيكونوا مجتمعين بغرفة واحدة، ممكن يلتقى خمس شباب او صبايا او اربعة من كل حدا من محافظة، فهون هذا الجانب الاجتماعي اللي نحن الحقيقة نعتبر المدينة الجامعية نموذج لهذا التعايش دائما، لانه نحن نكون مع بعضنا كسوريين. ماذا عن الجانب الاجتماعي وحتى انه الترفيهي ممكن تعملوا، ما بعرف اذا هن كيف يكون في شيء، ما رح نقول سهرات لكن ممكن يكون في أعداد اجتماعية، في حالة اجتماعية دائما سائدة بيناتهم. الناحية الاجتماعية كتير مهمة لدينا في المدينة الجامعية، هنالك في تآلف ومحبة ما بين الطلاب بغض النظر عن كل ظروف الأزمة التي حلت بالبلد. في الواقع هنالك طلاب يأتون من الحسكي يطلبون من المشرف لا أريد السكن إلا مع طلاب اللاذقية أو مع طلاب السويد أو ما يحدد، يبعد عن المنطقة تبعه أو يبعد عن طلاب منطقته لكي يسكن مع طلاب منطقة أخرى. وهذا هذه الظاهرة كثير مريحتنا نحن أحيانا، لما أحيانا ما بنوجد شاغر لطالب مثلا في هذه الغرفة بنحطه بغرفة ثانية ما بيقول لا، وبالتالي في أريحية في التعامل، في محبة بين الطلاب. كثير من الطالبات يستضيفنا طالبي من خارج القطاع الجغرافي تبعه نهائيا وبيستضيفوها بغرفته وبتبقى معه لنهايه العام. هذه طيب في طلبه عرب كمان، انتم عندكم في وحده للطلبه العرب؟ مو وحده، لدينا في كل وحده سكنيه عدد من الغرف مخصصه للطلبه العرب. بيتم اسكانه من قبل شعبه الطلبه العرب، بيبعثوا العدد المناسب له، بقي عندهم شواغر بناخذها نحن بنعطيها لطلاب. نعم، فحلو دائما يعني هذا الجو يعني كما هو الجامعه، يعني انه دائما مثل ما قلنا انه من كل سوريا، حتى كان في قصه الطلبه العرب كان عددهم اكبر، فتحس انه انت هذا مجتمع قائم بحد ذاته. ومن هنا تاتي اهميه الجامعه بشكل عام، المدينه الجامعيه بشكل خاص، لانها مؤسسه ذات طابع اجتماعي انساني، ايضا خدمي، وخدمي بامتياز، لان كل يعني هذه الخدمات التي تقدم بأسعار زهيدة جدا يعني لا تذكر. قد يعني هلا بيدفع الطالب الرسم السنوي 3000 ليره، 300 ليره بالشهر عمليا، 300 ليره بالشهر، نعتبر سكنهم 10 اشهر. يعني اليوم ما في غرفه ابدا، وين اي فندق بينزل فيه بده يحط ال 2000 ليره مباشره. بيجون الطلاب بيقولوا لنا نازل بالفندق باليوم طبعا، بيجينا طالب يقول لي نازل بالفندق، يا ابني ليش نازل بالفندق؟ تعال خذ منامي ريسه ما تنحل مشكلتك، ما انحلت عاد تلجا للاستئجار او أكيد. طلابنا بعيوننا، طلابنا هن مستقبلنا، هي احدى الخدمات اللي بنحرص فيها على تقديمها لطلابنا، لحتى دائما يكونوا هن بافضل حال عم بيتابعوا بناء مستقبلهم، ولنكون دائما بهمة شبابنا وبرعاية شبابنا عم نطلع على سوريا المستقبل. شكرا جزيلا دكتور حبيب محمود للإضاءة في بداية العام الدراسي على واقع المدينة الجامعية. نتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى تذليل كل الصعوبات، وهي إن شاء الله مع المطر يعني وعدنا الأستاذ موزن يتحسن الوضع، لأن هلأ المياه هي أهم موضوع عندكم. شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا لكم، شكرا لقناة أوغاريت، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، وبشكركم على الإضاءة اللي سمحتوا لنا من خلالها نوضح كثير من القضايا التي قد تغيب عن ذهن الطالب في بداية العام الدراسي. أهلا وسهلا فيك. شكرا. دائما مشاهدينا ايد بايد من عمرها، الى اللقاء.